في خطوة غير مسبوقة، وزير الداخلية أحمد الميسري يصدر تعميماً يوجه به كافة الوحدات الأمنية وقيادة وزارة الداخلية وفروع الأمن في المحافظات. التوجيه يقضي بعدم التعامل المباشر مع قيادة قوات التحالف العربي إلا عبر وزارة الداخلية. قبل هذا التوجيه كان الميسري قد طالب قيادة قوات التحالف العربي بوقف التعامل مع القيادات الأمنية بصورة فردية، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لتحمل مسؤولياتها الأمنية. إجراء عده الكثيرون خطوة شجاعة تمهد لانتزاع سلطة القرار من يد التحالف في المناطق المحررة، بما يكفل إعادة فرض الشرعية سيطرتها مجددا. غير أن شكوكا تبرز جراء هذا الموقف حيال ردود فعل التحالف، خصوصا موقف الإمارات التي تسيطر على المحافظات الجنوبية عبر ما يسمى بالحزام الأمني وقوات النخبة. عدن ومنذ تحريرها من ميليشيا الحوثي شهدت اضطرابا أمنيا وإداريا على خلفية سيطرة التحالف العربي على سلطة القرار في المناطق المحررة ودعمها لقوات لا تخضع لسلطة الشرعية. كان قد سبق ذلك موجة احتجاجات رسمية وشعبية إزاء موقف الإمارات في عدن والذي يتعارض مع أهداف التحالف المعلن عنها، فموقف الميسري جاء بعد مواقف مماثلة لمسؤولين في حكومة هادي، أبرزهم عبد العزيز جباري وزير الخدمة المدنية ومحافظ تعز علي المعمري ووزير النقل صالح الجبواني وأخيرا وزير الدولة صلاح الصيادي. يترقب اليمنيون موقف التحالف وقبل ذلك موقف الحكومة الشرعية نفسها من الميسري، خصوصا أنه بات من الواضح أن كل من يقف في وجه الإمارات من حكومة الشرعية سرعان ما يتم تغييبه عن المشهد تماما. حالات الانقطاع المجنونة دي